قرر مجلس الوزراء اعتبار اليوم الأربعاء ويوم غد الخميس عطلة رسمية بسبب ارتفاع درجة الحرارة في البلاد. قرار مجلس الوزراء استثنى دوائر الصحة والبلدية والدوائر الأمنية بواقع دوام 50%، وبحسب الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي فأن درجة الحرارة وصلت لأكثر من 50 درجة مئوية في عموم البلاد، ومن المتوقع أن تستمر موجة الحر إلى نهاية هذا الأسبوع.